احنا هلا ببيت البركه بكرم الزيتون تحديدا، هذا البيت اللي بيامن اذا بدك اكل وملجا للمسنين اللي هن محتاجين او مش قادرين يوفروا كل حاجاتهم، هذا البيت تحديدا بيساعدهم، اسمه بيت البركه. اليوم عم يعمل بعض المبادرات الميلاديه، رح نفوت لنشوف اكثر، وفي طبعا اشخاص عم بتقدم اذا بدك موسيقى بهيدي المناسبه، عم تعزف. فرح أتحدث مع صاحبة المبادرة مايا، بدي أحكي معك شوي. عم تشوف اليوم أنا بمناسبة عيد الميلاد عم بتقدموا مساعدات أو عم بتجربوا الأشخاص اللي هي يمكن وحيدة أو بحاجة لتحس بالعيد عم بتكونوا حدهم، شو بدك تخبرينا شوي عن هالمبادرة وأنت شخصياً قررت تطلقيها؟ هيدي مبادرة لعيالنا، هو لعيالنا نحن منهم وحيدين لأنه نحن معهم. أكيد دايماً على عيد نويل وعلى رمضان منعيد كلنا، بيجوا كل العيال معنا حبيبتي ومنعيد بطريقة أنه هلأ بتعرفي الكل صار عنده فرن وكهرباء والبيوت مأمنة كلها، ما بقى في مشاكل نش وكل هيدا. وحبينا هالسنة يكونوا كلهم عندهم شجرة العيد، عملنا فوار دو نويل أوبن ماركت، إجوا كلهم نقوا شجرتهم والديكور واليوم عم بياخدوا الحبشة والصندوق البركة والبيش دو نويل والمبيد للي بيحب، وعملنا لهم كونسير صغير هيك لينبسطوا يسمعوا ميوزك، وعم نشرب قهوة معهم. وهيدا الشيء بيكون كل أيام السنة أو تحديدا على الأعياد بتقرروا تعملوه؟ لا، نحن سوبر ماركت مفتوح كل السنة، هو سوبر ماركت مجاني، بيتبضعوا وقتها بدهم، هن كلهم عيالنا يعني مسجلين وبيجوا من كل المناطق، اللي بيجوا من بعيد بيجوا مرة بالشهر، بنحضر لهم كل شيء، الصناديق، الأكل، المصاري، الأدوية وكل شيء بيعوزوه. واللي بيجوا من قريب بيجوا كل يوم بياخذوا اغراضهم، عندهم نقط بالكارت، عندنا سيرفيس طبابه مجاني وعندنا اعاده تاهيل المنازل للي عايزين. مايا، مين بيساعدكم اذا بدك بالتمويل او بتامين هدول؟ يعني عم تحكي عن عدد كبير من العيال اكيد عم يجوا، كيف عم تقدروا تامنوا خصوصا بظروف اقتصاديه هالقد صعبه؟ يعني متكلين اكثر شيء على اصحابنا، عنا اصحاب كثير مؤمنين بهذا المشروع وعم بيشتغلوا من قلبهم، يعني اليوم من الصبح الساعه 10 كانوا كلهم موجودين عم بيوزعوا معنا، هلا صرنا على الاخر، بس كان في تقريبا كان في اصحاب اكثر ما كان في ناس تجي تاخذ اغراض. كله تطوع؟ ايه كل شيء تطوع اكيد. فينا نعمل برمه بالبيت نشوف. رح نبلش بس من هون سمير، نشوف حبشه العيد واكيد معجنات صواني، الفرن مجهز ليوزعوا على كل الاشخاص اللي عم بلا تاخذ، كمان في بيش دو نويل وفي معزوفات عم بتكون. لا طبعا، يعني هي روح العيد اليوم تحديدا. رح كمان نفوت على قلب السوبر ماركت اللي هو كل ايام السنه بيكون مفتوح ماجي، ولكل الاشخاص اللي بحاجه لشيء بيقدروا بيجوا وبياخذوا بشكل مجاني ايضا. يعني عم نشوف قصص بطانيات وحرامات للشتاء. طبعا هيدا بيت البركه بالاشرفيه تحديدا بكرم الزيتون، مجهز بكل المواد الغذائيه اي يعني شغلات ممكن شخص يحتاجها للمونه لبيته، ان كان معلبات ان كان حبوب وغيره. يعني طبعا هيدا المبادره اللي هي كثير مبادره حلوه، ان كان كل ايام السنه وتحديدا على عيد الميلاد، لكل شخص ممكن يحس حاله وحيد او ممكن يحس بحاجة لأي شيء. هذا المحل بيمنع الحس بالحاجة، بيمنع هذا الأحساس، بالعكس بيأكد للعالم أنه في ناس بعدها مع بعضها. مبادرات، يعني واضح أنه كل شيء موجود بهذا المحل ماجي، مش بس مايا. بس بدي اسالك، يعني الاغراض اللي عم بتجيبوها هو كله انتم بتشتروها من سوبر ماركت وبتحطوها هون؟ لا، كله تبرعات من اصحاب الشرك، هيدي مبادرة فردية منهم انه كل شهر يعطونا بضاعة. انا بدي اغتنم هالفرصة بما انه هلا عيد، معلي ما رح نفكر دعايات وما دعايات، بس بدي اشكر كل الشركة الكبيرة اللي عم تدعمنا، لانه عم بيوزعوا لنا مواد غذائية، مواد تنظيف، بيرسونال هايجين كير، كله ببلاش كل شهر بقى. ميرسي كثير، وهن بيعرفوا عن مين عم بحكي. نحن كمان باسمك بنشكرهم طبعا، لانه عم نشوف قد ايه في ناس عم بيكونوا عم يستفيدوا من هيدا الموضوع. هلا نحن رح نتجنب نحكي مع كل الاشخاص الموجوده طبعا هون. بيطلب اولا من صاحبه هيدي المبادره
احتراما للاشخاص الموجودين اللي طبعا نحن استاذناهم قبل ما نصورهم بالكاميرا. على اي حال يعني طبعا الاجواء الميلاديه مستمره هون ماجي ببيت البركه بوجود عدد من الاشخاص وبعضهم الحصص الغذائيه موجوده، وهذا مبادره يعني لافت انه كل ايام السنه بتكون موجوده.